طيب، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن طريقة إنشاء اختبار. في البداية طبعا لازم اللي هو ندخل على نظام البلاك بورد. أوكي، بعد الدخول على نظام بلاك بورد لازم اختار المادة اللي بدي انشئ فيها الاختبار. بعد ذلك في عندي قائمة المقرر الرئيسية، في عندي مثلا اللي هو الرابط الخاص بالاختبارات او تيستس، اضغط عليه وبتظهر معي الاختبارات السابقة. بامكاني اني اعمل الان من اسسمنتس، من هون اسسمنتس، اضغط على اختبار. هنا بيظهر معي برضو الاختبارات اللي بدأت بتصميمها من القائمة الموجودة هنا. لكن إذا بدي أعمل اختبار جديد بضغط على create، سميه مثلا تيست 17. أوكي، هون بكتب الوصف، وصف الاختبار في أي وحدة، كم عدد الأسئلة إلى آخره، وصف خاص بالاختبار اللي أنا بدي أقوم بإعداده. وهنا بكتب الإرشادات للطلاب، الانستراكشنز، التعليمات، أكتبها منسقها. في عندي هي منسقة أو يعني جميع أنواع أدوات التنسيق، وبعد ذلك بعمل إرسال. أوكي،